كيفية تعامل الحكومة مع قضية النازحين السوريين ومسألة إقامة مخيمات لهم عند الحدود؟ موضوع محوري في لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. باسيل ناقش القضية نفسها مع السفير السوري انطلاقا من وجوب تحمل السلطات السورية جانبا من هذا المجال. السفير علي رأى أن النازحين السوريين راغبون في العودة ويجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية. نحن ضد المخيمات، سوريا بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه، لذلك سوريا هي الأرض، هي الدار، هي البيت، هي التي يلوذ بها السوري وتؤمن له حاجاته، وأظن أن القادم فيه بشائر خير إن شاء الله. وأشار علي إلى أن سوريا رحبت وترحب بأي خطة عملية لعودة النازحين، إلا أنه قال إن حل هذه المشكلة لا يتم بالاتهامات ولا بالقفز فوق الحقائق أو بإرضاء جمعيات تريد الإتجار بالنازحين وبلبنان أيضا بحسب تعبيره.